دير بالك لتحرق ايديك. يلا أبي دوقها. هلا بخصوص الطعم ماشي حالة، بس العجينة مو مستوية منيح. طيب بلكي لأنه سخنة ولا لا؟ ماشي، شو بدنا نعمل؟ رح نضل نجرب لحتى تزبط. اوه، اندخانو لساتك عم تدرسي المطبخ الفرنسي؟ شو بساوي؟ ما ضل غير يومين على العزيمة، لسه ما قررت المنو. المنو؟ هلا اتركينا من هالشي يا هند خانم ودوقي لي هي واعطيني رأيك فيها. بشو؟ ساويت بكرة. هاتي. شكرا لك. رائعة والله. مثلها بس بتختلف شوي، لأنه أنت ساويتها. زبطت هالشي، ممتاز. أنا إجيت. أهلين وسهلين. شو الأخبار؟ العمى؟ مشوار بهوي والله، هالزلمة ما بينعطى وش أبدا. شوفي حسون، مو رحت معه على المعرض؟ اليوم كمان جاي وقال جايب لي معه كرتين جداد، قال عازمني على حفلة بنهاية الجمعة ما بعرف شو، ومن هنيك بدنا نروح على حفلة ما بعرف شو. مو معقول هالزلمة. وانتي وافقتي؟ انا مالي جد، بقلت له خليني افكر، ما عرفت شلون بدي اتخلص منه. امي لا تحاولي تخبي عني، اكيد في شي بينك وبين حسون. جميله ليكي والله، هلا بعصب وبزعل منك اذا بتعيديها. ها شو هدول؟ مساوين برك. مهند اللي جابهم قال لي جربيهم يا خالي كوثر. والله زابطة. والله زابطة؟ طيبة بالله. انتو كيف بتعملوا هالشي؟ مين اللي سمح لكم؟ ما أنا مضطرين ناخد إذن. ما بيصير، عملك ما بيصير. يا ولد وطي صوتك شوي شوي. ما دخلك بالقانون، ممنوع، فهمت؟ شو يا مؤيد عم خوفك؟ ها؟ هالفرن الصغير عم بخوفك؟ مو انت اللي تخليت عنا وعن المحلات الصغيرة وارتبطت بالسلسلة؟
أنا فيني أرفع دعوة ضدك لأنه بالقانون ممنوع وما بيصير. عن جد؟ روح ساوي اللي بيطلع بإيده. بابا قل له خليه يوقف هالشي. كيلك كلمة. مؤيد خلي أخوك يسترزق. الشغل حلال عليك وحرام على أخوك. طيب ماشي، لا تلوموني إذا عملت شي. ما قلت لك بدك تخاف مني من هون ورايح؟ شفت شلون؟ ابنك خاف لأني قدرت وزعهم على محلين. لا تكون مواثق بالسلسلة. اسمع اسمعني منيح يا مهند، هي آخر مرة عم حذرك، بوقف لك الشغل، فهمت؟ إيه ما تقصر. أنا رايح، يلا بخاطركم. مرحبا خالي هند. أهلين علي. أبوك جوا يا عمري؟ أبي وابنك جوا. شو بده؟ تركنا منه خليه يحكي قد ما بده. يلا يا علوش خلينا نوزع البكرة الأصلية. لا تقلق ما بيطلع بيده شيء. سامي في شغلات لازم اشتريهم بس خلصوا المصاري، أعطيني شوي كمان بدي وصل هدول على البيت وروح اشتري باقي الأغراض. يعني هذا ناوي يكون معنا على العشاء؟ مهند؟ ايه؟ لا والله، قال لي إنه ما بده يجي. ايه هيك بيكون أحسن. سامي كنت عم قول لو جيب الغراض واطبخهم هون بيكون أحسن، مشان روايح الطبخ ما تعبي البيت، يعني بتعرف البيت عنا صغير. شو رأيك؟ أمي لا تخنية، ما في داعي تروحي هلأ وتعملي شغلات ما لها طعمة وتعبي الطاولة. شو هالحكي اللي عم تقوله؟ ما شفتهم كيف استضافونا؟ ما بصير نقصر معهم. فعلا معك حق، عيب نقصر، هدول بكفوا؟ بظن بكفوا. خليني ساعدك. يسلموا هالإيدين يا ابني، والله اليوم تعبت كتير. تعال بابا لو سمحت بدي اياك تحكي معه وتفهمه انه ما بيصير يستمر بهالشي. لا تجبروني ارفع دعوة ضده، ومن الاحسن ينهي هالشغل. بعد اللي صار لاخوك من وراك جاي لهون مشان تمنعه يسترزق كمان؟ ها طيب انا نبهتكم. يا زلمة هذا اخوك ما بعرف كيف صاير، ليش ما بده يخليك تشتغل ابدا؟ خليه يساوي شو ما بده لشوف شو رح يطلع معه. بس ممكن يرفع دعوة ضدك لانه واحد بدون شرف. عمل لك خليه عمله، وقتها منشوف شو فينا نعمل. الله يساعده. والله يا ابني طلع في كتير اغراض ناقصتنا للبيت، بس ما كنت ابدا منتبه لهالشي. كنا عم ندبر امورنا كونه ما حدا مهم بيجي لعنا. لو تشوف جبت طقم سفرة كتير أنيق من الخزف الأصلي، واشتريت طقم معالق بورجيك إياهم بس نرجع، كتير رح يعجبوك. طقم الكاسات كانوا ناقصين شي كاستين، رحت جبت طقم جديد كريستال. أمي والله الموضوع كله على بعضه مو مستاهل هالشي. شلون مو مستاهل؟ هاي أول مرة بيجوا لعنا ولازم نبيض وشك قدامهم يا ابني. تعرف يعني لو جبت صينية فضة وحطيناها بنص الترابيزة كان أحلى. على كل نخلي بكرة يمرق على خير، وما بدي شي تاني أبدا. كيفك مدام؟ إن شاء الله صحتك منيحة. منيحة الحمد لله. والله حارتكن كتير حلوة. ايه والله هادية. صحيح نحن بدلنا كم بيت من يوم ما اجينا على اسطنبول، بس ضلينا هون بهاي الحارة، يعني نقلنا بس ما طلعنا من الحارة، لانه بتعرف الواحد محل ما بيشتغل بيقعد. كمان نحن تعودنا على الجيران. صحيح. بقيت هالورد كتير حلوة وريحتهم كتير طيبة. شكرا كتير، عزبتوا حالكن. العفو. حضرتكم مرتاحين هون؟ شكرا لك. يعني البيت شوي متواضع وكمان حجمه شوي صغير. بالعكس كتير مهضوم. ما عم اقدر بعد عيوني عن السفرة، شكل الاكل بشهي. شو مجهزتينا هندخانه؟ طبعا ما في شي من قيمتكم، بس انا والله يعني عملت كل اللي بيطلع بايدي. تسلم ايدك، بس لشو مساوية كل هالاكل؟